إذن جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين الأشياء اللي كانت تطبخ في مخابر الدولة العميقة، ها يجيبوها يستوردوها المواطنين الجزائريين، لحم خنزير حلال. الله يبارك، قال لك مذبوح على الطريقة الإسلامية. الله عجيبة وغريبة، مذبوح على الطريقة الإسلامية، لحم الخنزير. مصدر من فرنسا، معلب هنا في الجزائر. هادو خدمة الزواف، الزواف قال لك لحم الخنزير راهو حلال. هيا بارطاجيو يا جماعة، بارك الله فيكم، ما تنساوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس. شكرا جزيلا.